يجوز فيه النصب والإبدال من المستثنى منه إذا كان الاستثناء. في القاعدة العامة يعتبر النصب والإبدال جائزا في اللغة العربية، ومع ذلك يمكن أن يستثنى من هذه القاعدة إذا كان النصب والإبدال موضوعا للاستثناء في سياق معين. نعطي مثال: قولنا كل الطلاب قد حضروا الدرس إلا محمد، وهنا يعتبر محمد هو المستثنى من النصب والإبدال في هذه الجملة. أتمنى أن تكون الصورة واضحة، والسلام عليكم.